تعقد هذا الفوكس بوب بتحدث عن بعض المواطنين بوجهوا بس معايدات لأمهاتهم. برجع أنا وياك دكتور حليم. حاضر. خلينا نشوف. صباح الخير عليكم جميعا. يحتفل العالم بتاريخ 21/3 بيوم أو بعيد الأم، وبهذه المناسبة حبيت أكون متواجدة بالشارع أو بالميدان لحتى يوصل أكبر عدد من الأشخاص المحبة لأمهاتهم. خليكم معنا. أمتى عيد الأم؟ يوم الخميس 21 الشهر. إيش جبت هدية لأمك؟ الهدية بتنحكى طبعا. الهدية بتنحكى طبعا، هي اسمها هدية لنا. انا مجهز لها كل الحب والحنان. شو جبتي لها هدية؟ لا هاي بصراحة مفاجأة، راح تكون بعيد الأم. السنة هيك حنحاول نخليها مختلف، راح ناويين نعمل لها يعني كمرت 50 سنة هي الحمد لله. الله يخليك. ناويين نعمل لها نزين البيت، نعملها اياها كحفلة كبيرة كاملة، لأنه هي بتستضيف 21/3 عيد الأم وعيد ميلادها نفس الوقت. فحابين نخلي الحفلة حفلتين، نكبر لها اياها، نزين لها البيت كلياته. الهدايا يعني كل احنا 8 إخوة، كل واحد مجهز لها هديه خاصه بهذا اليوم عشان يفاجئوها فيها ان شاء الله بهذا اليوم. بصراحه مو مجهز شيء، بس احنا كل ايامنا عيد الام. يعني واحد انا بالنسبه لي ما عندي محدد يوم بعيد الام، لكن ان شاء الله ما مقصر مع حبيب باذن الله. صراحه بدي اجيب لها موبايل. والله ناوي اجيب لها ان شاء الله تليفون جديد، بس يا رب ما تشوفش تليفون جديد ان شاء الله. انا اشتريت لها تلفزيون، هي اصلا اكبر هديه. وشو بتحكي لها بهاي المناسبة؟ لأنا حتشوفك إن شاء الله يوم عيد الأم يوم 21. إن شاء الله كل سنة وهي سالمة وكل الأمهات وهن سلمات، والله يديمهن على تاج فوق راسنا يا رب. كل عام وهي بخير، وإن شاء الله الله يديم لنا إياها تاج فوق راسنا ويطول لنا بعمرها. الله يخلي لنا إياها ويضلها تاج فوق راسنا وجميع أمهات المسلمين جميعا. كل عام وأنت بخير ونعاد عليك بالصحة والسلام يا رب، وإن شاء الله العمر كله لكل أمهاتنا وأمهات الوطن العربي كامل. طبعا بحكي لها أنه هي كل إشي في حياتي، وإذا مر يوم ما سمعت صوتها فهو أكيد مش حلو. الله يخلي لي إياها يا رب ويطول بعمرها. الله يسعدك. كل عام وهي بخير وبصحة وسعادة، لأنه هي الدنيا أم، وبدون الأم ما في حياة. إمتى عيد الأم؟ 21.